شوف عطاني شوف هذه مو مصري على هذه شنو؟ أمريكي بس يضربونه مش شرعي يعني مش يضربونه ما قالوا شرعي آه يعني بس خليجي أو عراقي يلا ادخل ها هذه عراقي لا ادخل معي يلا أي بحريني لا يا راجل يا 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 اصحي 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 ممكن تعملوا لنا او بسمه بشويه حنيه يلا يلا قولي شو لا ما بدي غني بشويه حنيه اللي بيها حولها عطني عطني لحن بس والله اسوي لك اياه عطني لحن عطني لحن وبشويه حنيه بنسى نفسي بسني انا وما واحده ثاني عنو بس 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 تعال تعال بس بس شو ما غني قوم غني غنيها بسنت انا ناصر اللي سبت من أصاب قالوا لي رقصك يجيب الطبل والمسرح يقول لك بعدين يا القوار لا 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 شعر 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 الله شو اسمه؟ انا اسف يا بنات السعوديه بصراحه بس ما في احد يعرف يا بنات السعوديين تبعتوا لي انا اعزفكم بعزول هذا حتى لما تزول عودي دق عليه مصري وحناني اوبا ارتاح يا بص كان على عيني بس ما في عدة زي العالم كلهم جاليات شو سوي ما حد عش هنا مش خليك كثير ما فيش خليك كثير أنا فنان عندي وراي فرقة هاي تهدي للموم يلا خد يلا اعتذر المرة الجاية بنحاول نجيب شوية فرقة زي الأوادم يعني قاعد مع بقايا حجاج ايش تبوني يسوي احسن شيء بحبهم بقايا ايه
بقايا حجاج ولا واحد منهم عارف يعزف. احلى شيء رايحين من طياره وبعدين وبعدين انا اعزف عود يا شعبي العريق، يعني اعزف عود وراي فرقه وراي عده، هذول وين بحطهم؟ لا قدامي ولا وراي. هتموت يا ما روحنا بس قد كل قرف انطمي اتجنن ودك مقبول. صمت ليه؟ اه يا بحر ليه هالمره اذا قلت لي شيء لازم اسمع منك صح؟ فعلا. وانا بريق بريق امورك في العنبر يا زين. مين اللي حاطه القرد ذا على فراشه؟ تمام تمام. محمد كيف عرفت في العنبر يا محمد؟ فهمت فهمت عليش اني اخذ الكره. انا السعودي الظاهر ما من طلب. ها؟ نقول حاجه خفيفه بس برواس وعود. احسن. من بيمسك زير؟ من بيمسك مصقع؟ ما في احد يعرف. مش بعيد كثير. احس حميم.